خدامه في هذا المقهى ديال فن السابيع استثمار من 2007. يعني كوننا هنايا، عندي البنت ديالي قريتها من هنايا، يعني ما خسرنا حتى شي حاجه، لا مع الباترون ما كيخسر ليناش، كوننا الاسره ديالنا من هنايا، خدامين هنا مزيان، ما خسرنا حتى شي حاجه. حتى تنتفاجئوا بهاد الناس جاوا قال لك خويو سدوا. حنايا فين غنسدوا؟ ملي غنسدوا حنا فين غادي نمشيو؟ حنا المصير ديالنا شنو هو؟ حنا خدامين راه فوق 30 واحد، جاو سدوا لينا بالجمعه نهار 15، مطيبين الكسكسو، مطيبين كل شيء كيما القاعده ديالنا، الكليان ديالنا كيتسنى يعني باش نخرجوا ليه داك المسائل ديالو، حتى قالوا لك سدوا. حنا ضايعين، الخدامه ديالنا ضايعين، الباترون ديالنا حتى هو ضايع معانا، ما عطاونا لا اجل لا حتى شي حاجه. الفاجاه جاوا قالوا لنا سدوا، حنا ما عرفناش علاش هادشي اللي كاين، ما عجبناش الحال، ما عرفنا شنو هو. حنا مضرورين، الباترون ديالنا مضرور، كان مهلي فينا، كان دير يعني اي حاجه موفرها لينا. انا البنت ديالي راه تبارك الله دابا راه كتقرا فلسطينيه جماعه، راه من هنايا قريتها، من هنا كبرتها، عندي الوالده ديالي كنصرف عليها، عندي المسؤوليه، ما عرفتش يعني دابا حنايا تشردنا، ما عرفناش المصير ديالنا شنو هو. حنا من النهار ديالنا حنا حابسين جالسين، راه 30 يوم وزياده وحنا جالسين، حنا مضرورين بزاف، الباترون ديالنا مضرور، ما عرفناش شنو المصير ديالنا، ما عرفنا حتى شي حاجه. شكرا للمساعد. حتى الباترون ديالنا كيتعامل معنا مزيان، ما عمره ما خسر لينا، حاسبنا بحال وليداتو، ما خسرنا حتى خير معاه، اللي احتاجينا كنوقفوا عليه تيوقف معنا، الله يجازيه بخير. مجهول دابا المصير ديالنا، مجهول، ما عارفين والو، احنا دابا جالسين ما عارفين حتى شي حاجه، والله ياخذ فيهم الحق وحسبي الله ونعم الوكيل وعشا الملك. كنخدم بارمان في مقهى الفن السابع يعني ستياما، هادي قرابه 20 سنه، وهنايا كبرنا هنايا وتزوجنا هنا ولدنا وليداتنا، انا عندي جوج ديال الاطفال. ما دابا الخدمه حبسات شهر ونص بدون اجره بدون والو، والسبب هو الدوله هي اللي حبساتنا، وحنا ما عرفناش علاش هذا القرار، هذا قرار مجحف، ودابا حنا راه مشردين، حنا راه ما خدامين ما والو، دابا تنجيو ما عرفناش شنو المصير ديالنا. ما شنقول لك، انا ما عندي لا خدمه لا والو، فين غنمشي؟ انا عندي 47 سنه، عاد غنمشي ندفع السيفي نقلب على خدمه؟ شكون اللي غادي يقبل؟ وديجا درت هذه القضيه هذه، وما حتى شي واحد ما كيقبل كاع تيتفاوض معاك كاع. حنايا دابا خدمنا هنايا دابا مده طويله هنايا، ولفنا هنايا، وما تلقاوش مشكل هنا في العمل ديالنا، ما تلقاوش مشكل، السيد مهلي فينا، عندنا القوانين ديالنا، عندنا كل شيء ديالنا، يعني ما تلقاوش مشكل. دابا حنا غنخرجوا للشارع ديريكت، يعني غتمشي ما عرفناش فين غنمشيو، المصير ديالنا مجهول، وما عرفناش حنا شنو غادي نديروا دابا حنايا. فهمتي، هذا هو الاشكال اللي عندنا، حنا ما عرفناش غنديروا، دابا حنا واقفين. دابا راه زيد من شهر ونص وحنا واقفين بدون اجره، غير ما بقى لنا غير نطلبوا، هذا هو اللي بقى لينا حنايا. دابا الخدمه ديالنا هي سدات، الهدم، التريابه، ما عرفناش حنا المصير ديالنا. حنا المستخدمين، حنا راه كاينين اكثر من 30 واحد، وكل شيء عنده الاطفال ديالو، كل شيء عنده كبر ديالو، كاين اللي عنده 12، عنده 14، عنده 16، كل واحد شحال خدام. انا راه خدام من 99 وانا خدام هنايا، يعني ما يمكنش انت تخدم هنا 20 سنه وتمشي عاد تقلب على خدمه. دابا هادشي طاح لنا بحال ما عرفناش شنو، وحنا راه تناشدوا صاحب الجلاله باش يشوف من حالنا. حنا دابا راه معرضين للضياع، معرضين للتشرد، فهمتي، يعني عاد بحال غتبدا من الاول، تبدا ازيرو، تبدا تمشي تقلب على خدمه وانت عندك اطفال وعايش مع والديك والمصاريف. الاسره ديالي راه تلقات، راه دابا ما شنقول لك، جاتهم الصدمه، لان المعيل الوحيد للعائله هو انا اللي خدام عليهم، انا الوالد ديالي متوفي، وعندي الوالده بدون عمل، وعندي الزوجه ديالي بدون عمل، وعندي الاطفال ديالي كيقراو، وانت عارف المعيشه، العالم كله، المغرب كله عارف المعيشه كيفاش دايره. يعني حنا مقهورين هاد الساعه هادي، راه مقهورين، انا راه نزيد شي شويه غنبدا نبكيو. انا مستخدمه خويا في هاد الكافي 16 عام، وانا خدامه عند هاد السيد، خدامين يعني سنين هادي 16 عام الحمد لله، خدامين مزيان، تناخذوا الاجر ديالنا، تصاوبنا وريقاتنا الحمد لله، ما بين عشيه وضحاها تسمعنا غيسدوا ما كاين شنو علاش، الله اعلم، ما نعرف. دابا خويا انا
احنا فين غنمشيو؟ احنا نقولوا ما عارفين المشكل ولا شنو كاين، احنا المستخدمين فين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ اللي عنده اسره، انا عندي ولد خدام عليه ارمله، عندي ولد خدام عليه، مني كل شيء، مني تربيه، مني كرا، مني مصروف، مني كل شيء، فين غنمشيو؟ غيسدوا لينا؟ وبلا انا كاينين الزملاء ديالي كثار، كاينين اللي عندهم مخدمين على والديهم، كاينين اللي عندهم اربعه دراري، كاينين الناس اللي ما عندهاش. انا نعرفوا مصرنا حنايا العمال، فين غنمشيو؟ فين غنمشيو؟ ما شاع نقول لك، راه لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي وقع راه خلانا حنا مريضين، راه هادي 33 يوم وحنا مريضين، راه النعس ما تنعسوش، الماكله ما كناكلوهاش، مريضين، ما عارفينش حنا مصرنا شنو غيوقع به، ما عرفناش شنو مصرنا غيوقع به. حنا كنطلبوا من المسؤولين، كنطلبوا من المغاربه، كنطلبوا من الناس اللي يسمعوا الصوت ديالنا ويدعمونا، يشوفوا يساعدونا، يساندونا، يشوفوا من حال هاد الخدامه هادو فين غادي يمشيو. شوفوا من هاد الخدامه، انسان ما بيه ما عليه حتى الله وقف ما غتخدمش، علاش؟ الله اعلم شنو، الله اعلم فين غنمشيو. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنقول الكلام وقف، حيت عينا ما نهضروا، عينا هضرنا طبخنا، راه 30 يوم ولا أكثر من 30 يوم حنا كنطبخوا هاد الهضرة، وكنهضروا وكنعاودوا طبخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى الله يوصل كلامنا، ما نبقاوش نهضروا في شي حوايج، ما كنهضروا غير مصيرنا حنا الخدامة، شنو هو غيكون. علاش؟ كنا خدامين مع هذا السيد هانيا الحمد لله، كناخذوا الأجر ديالنا، ما الحمد لله خدامين بما يرضي الله، ما عندنا الحمد لله حتى شي مشكل. خلاونا حايرين مول المحل، حاير معانا، ما شايدير، ما عنده مسكين حتى هو ما يدير. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى على الله توصل الرساله ديالي للناس، وعلى الله يشوفوا من حالنا، وعلى الله يديروا شي مبادره، يديروا شي محاوله، يساعدونا، يساندونا. وهذا المقهى، هذه اصلا مقهى الفن، فن السابع، راه ماشي غير ديالنا حنا بوحدينا، راه ديال الناس، ادباء، شعراء، فنانين كبار، ناس مسؤولين ديال البلاد، كيجلسوا فيها، كيتقهوا فيها، كياكلوا فيها. ومقهى جميله، جات في سونتفيل، مقهى جميله زوينه، سمعتها طيبه، سمعتها مزيانه. كيفاش جا هادشي؟ حسبي الله ونعم الوكيل.